عنا اليوم. صادق مجلس نواب الشعب نهار الأحد خلال جلسة العمل فائدة قانون المالية لسنة 2024 ب 116 صوت مع وأربع أصوات ضد واحتفاظ 26 نائب في الإطار هذا. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة قال في كلمته نهار الأحد أن مجلس نواب الشعب أثبت مجددا أنه مجلس الإرادة الشعبية التي قطعت مع كل مخالفات الحقبة السابقة ويرنو إلى التأسيس لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد نحو ضمان كرامة المواطن التونسي وتكريس مقومات السيادة الوطنية الحقيقية. وأكد في ذات السياق الحرص على قيام المجلس بكل أعماله في إطار التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للشعب التونسي وللمصلحة العليا للبلاد. وإذ أكد مجلسنا جديته وحرصه على خدمة الصالح العام بمناسبة دراسة ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة، فأنه يعيد التأكيد على أنه على أتم الاستعداد للنظر في المشاريع التي تكتسي أهمية بالغة لدولتنا ولشعبنا، سواء فيما يتعلق بالتنزيل التشريعي للدستور وملائمة القوانين الحالية مع مقتضياته ومع فلسفته، وأيضا فيما يتصل بالمشاريع التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين. فنحن نجدد الحرص على أننا نقوم بكل أعمالنا في إطار التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للشعب التونسي وللمصلحة العليا للبلاد. يظهر لي سابقة تاريخية وما صارت في حتى بلاد كونه مجلس يصادق على قانون مالية. مروان توافقني في هذا؟ بس نحب نعمل ملاحظة، النص في الأخر لهذه اللي قرأته زين بكل ناقصه في الأخر حلل وناقش مستشهدا بفيلسوف ولا اثنين خاطر حزيته هكا التكست نتاع الباك الفلسفة هكا اللي تاخذه كي تبدا تمشي محاضر ويجي النص تاخذ نص خاطرتي ما حفظت شيء. أنا عملت هيك مثلا في برافو شفت كيفاش ما يزكوش تعملوا عندكم الماشترا دونك سابقة تاريخية ما صارت في حتى بلاد كون البرلمان عمرها ما صارت ناقشها وصادقة على مجلس على قانون مالي حاجة نهار أحد أون بليس أي وي مش بيك نهار أحد 10 ديسمبر جا نهار أحد طيب السادة النواب بارك الله فيهم معناها خصولنا من وقتهم باش يعديوا قانون مالية في الأجل الدستوري ورد بالك في كنف التناغم اي لا هو لا من ناحيه التناغم هكاك متفاهمين وهو راهو كان ينجم راهو اللي شفناه معناه في النقاشات هذه الكل الوزير اللي يجي معناه يجي كما يقولوا بالفرنساويه اون تيغان كونكي ما امور واضحه واذا كان يعمل لك الوزير هكا في وحده من تدخلاته يستشهد بالكلمه الفصل ويقول تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهوريه ولا تناغما مع فلسفه دستور 25 جويليه ووب مينيموم 14 تعديت الامور وسيبو امورك واضحه هذا نحن نساوش معناتها اللي في نقاش الميزانيه هذيا ميزانيه رئاسه الجمهوريه على سبيل المثال اللي بالحق المره يظهر لي سابقه تاريخيه تعديت بالاجماع لا محتفظ حتى محتفظ ولا الاخرين هاكا على العين معناتها يظهر لي كي بدات كي جاء النقد على المساله هذيا هاكا على العين نعملوا هاكا واحد محتفظ واحد كذا اما الاخرين اما ميزانيه رئيس الجمهوريه تعديت بال تعديت بكل سلاسه وكان لي معناتها الحظ مش اني شفتها معناتها الوحده الكلمه نتاع رئيس مجلس نواب الشعب معناتها شفتها متلفزه معناتها مش ما سمعتهاش كهو معناتها يا جماعه ما راهو نعرفوا اللي انتم مجدد ونعرفوا اللي ما عندكمش حتى خبره في تقريبا حتى شيء اما راهو ما يجيش نعملوا في السلفيات في المجلس والرئيس قاعد يخطب راهو ماهوش انجاز راهو انك يعني تعدى قانون ماليه كيما حبت الحكومه في جانب كبير منه خاطر فما ممكن ثلاثه اربعه فصول اللي السيده الوزيره ما كانتش موافقه عليهم وعداوهم كما اما في المجمل معناها تعدى تقريبا كيما تحب الدوله قانون ماليه هاشتاج دان هاشتاج
وحتى واحد فيكم معناتها كان واب عنده ادنى فكره كيفاش باش نجيبوا كل 10000 مليار اللي ناقصين هذوك. ما بعد هذوكم نقولوا مثالش تفاصيل. اما من بعد نبداو نجبدوا في التليفونات ونعملوا في السلفيات ونصوروا في بعضنا تقولش علينا توريست تحت التوريفيل راهي ما تجيش. هو مروان وانت مش في وسط المجلس معناتها نعملوا حوايج كيما هكا. ومره اخرى خليني نعاودها للنواب وايضا لرئيس المجلس اللي حتى هو يظهر لي قانون مش يظهر لي قانون الاول قانون الماليه الاول راه عمره ما كان انجاز راه مش راكم موجودين غادي بور سا راكم موجودين غادي باش تعملوا حوايج اكثر من هكاك. اما بون هذا مينيموم سانديكال ما كنقول لكم راهو نص فلسفي قال لك الاراده الشعبيه التي قطعت مع كل مخلفات الحقبه السابقه وقت اللي هي الحقبه السابقه معروفه بالاجماع ب 99% اثبت ذلك معناها بالحق يعني لازمك توت ان ريزونمون باش تثبت كيفاش قطعنا مع الحقبه السابقه واحنا كل شيء نعمل فيه بالاجماع طبعا. حتى ساعه نفهموا شنو هي الحقبه السابقه بالك شي يحكي على العشرة يقصد عليها هو لا انت ما فهمتش تلمو فلسفي ما فهمتوش ملوينك خاطر هو ما يحكيش على حقبه ما كنتش قويه في الفلسفه هو يحكي على البرلمان السابق ايه لا هو يحكي بلوتو على يظهر لي اذا يحكي بلوتو على البرلمان اللي كانوا الناس يتعاركوا فيه هاك رتحناكم العرك كلنا متفقين ما عندناش معارضة ومتناغمين مع الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والأمور ماشية ستة زيت علما أنه مروان أنت تفرجت في الخطبة العصماء هذه متنفزة وتفرجت في سامحني قصيت عليك لا تفضل لا تفرجت في ساعات معناتها من نقاش المهام ونقاش ميزانية الدولة على خاطر في نفس اللي فسر الحالة اللي أنت فيها معناتها يظهر لي ممكن ولو أنا استنست معناتها ما عادش ما يأثرش برشا لما حالة على المستوى وجداني مع العاطفي أما خاطر علاش عملت التدخل هذا مش معناتها راني طيارة نتفرج برش راهو في نفس الخطاب هذايا عدد رئيس المجلس 96 ساعة نتاع درا شنو 136 ساعة في اللجان اي شنو معناها يعطينا الأرقام هذوما كل شنو اللي لازمنا نفهموا منهم خي علاش فما علاش عندنا عقلية في تونس اللي يشد علينا مسؤولية واللي عامل علينا مزيد واللي معناتها والله يعطيك والله اشكروني على خاطر خدمت حاضر جنابكم خي انا ترشحت هذوما ناس مترشحين لا هذوما والله على تطوعا اي لا وعلى الأقل على الاقل سيدي وزير ولو حتى هما في نفس التصور معناتها الذهني اما نقولوا وزير سمي من قبل فلان انت مشيت ترشحت وعملت حملة وعملت كذا وبعد دبرت قسيم ماك 11% اللي مشى وصوتوا جي توا معناها تولي لنا راني عامل عليكم مزية وشوفوا قداش خدمت بالكش بلاش ولا بالكش خيمة على حساب برش حاجات هذا على اعتبار انك خدمت راهو توافقني كونه الخطاب هذاك من المفروض يوفى بنغم وطني لسونيا مبارك هو ذاك اللي مازال هو نورمالمون هما يوفى كان هكاك نورمالمون هما نحكيو على نواب يصفقوا ما صفقوش في المره هذيا ما قبل راهو قبل معناتها نحكي في الاسابيع الفارطه ما يصوتوا على قانون نتاع قرض يصفقوا لبعضهم شنو هذا؟ قانون هذا تضمن قرارات جديده في سياق متصل قال النائب في البرلمان ورئيس كتلة الخط الوطني السيدي عبد الرزاق عويدات في تصريح الجوهرة فهم أن القانون ضمن عدة قرارات جديدة من بينها نظام التوقيف في FCR واللي بموجبه أصبح من حق المواطنين التونسيين بالخارج جلب سيارة كل 10 سنوات عوضا عن مرة واحدة مدى الحياة وشدد عويدات على أن ميزانية 2024 تعتبر ميزانية الحد الأدنى لتسيير الدولة وليس ميزانية الانطلاقة الفعلية لإصلاح عميق وشامل للمؤسسات وللمنوال التنموي الذي نريده. فماش تغيير كبير في مسألة الجباية إلا بعض التخفيضات ربما في ما يتعلق بالعقارات والدعسين العقاريين لشراء المساكن ولا ثم إعفاءات بالنسبة للي مش يحدثوا شركات جديدة ثم إمكانية تخفيض ل4 سنوات ب4% من الضريبة أي عفو جبائي تام لا يعني ثم التخلي عن الخطايا ويسهل إمكانية الانطلاقة الجديدة يعني مثلا
اللي عنده خطايا مثقلة، وأحيانا الخطايا المثقلة تولي تتجاوز الثدي واللي ما عادش قادر باش يخلص. إذا يتم التخلي على الخطايا المثقلة حتى يمكن أن ينطلق انطلاقة جديدة معاه. ثم في وضعيات معينة إعفاءات على سنوات ماضية بشرط الالتزام ب 23 و 24. واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة بالنسبة لدولتنا هي تحويلات التونسيين بالخارج، وبالتالي لو غوتور دو لاسونسور، نرجعوا للاف سي ار مرة في العشر سنين عندك الحق تجيب كره، اللي هو في وقت من الأوقات مروان كان النقاش كونه يتنحى على الامتياز. راهو أنا ساعة قبل ما نحكيو في المسألة ذي وليد، كنت تسمح لي باش نحيي السيد عبد الرزاق عويدات، سامحني، وتحية فرد مرة لصديقنا ابنه أسامة. عبد الرزاق عويدات النجم نختلفوا معاه، النجم ما نحملوش نفس الفكر، لكن ديما يقعد السياسي المحترم الذي لا يتهكم على عقول الناس في جميع الحالات. والحاجة هذه تقدر جدا في الإطار الإطار الشعبوي هذايا اللي ماشيين فيه. خاطر سي عبد الرزاق عويدات واللي هو عنده آراء في عدد كبير من المسائل يعرف مليح، ومعناتها ما يحاولش يبيع قانون الميزانية هذايا أو قانون المالية 24 هذايا على أساس راهو ما يبيعوش بما ليس فيه. يقول لك الحقيقة راو هذه ميزانية الحد الأدنى وما عندها حتى علاقة بالانطلاقة الفعلية لإصلاح عميق وكذا، خاطر غيره يقول لا راو الثورات التشريعية ومناويل التنمية والدنيا ماكلة بعضها. ونحن باش نرجعوا للسؤال اللي قلته لي وليد، مازلنا نتصارعوا في اف سي ار وفي امبو وفي منعرشنية وفي كذا. معناتها راو كي نحطوا رواحنا في اطار او في نية على الاقل متاع تغيير شامل وعميق وكذا، هذوما راهم تفاصيل باش بداو واضحين. معناتها الاف سي ار وال ولا نرى فيها رؤيه مروان، الرؤيه كونه نزيدوا كرهبه في العشر سنين للتوانسه في الخارج، هي دعوه للتوانسه كانوا يغادروا البلاد بصراحه. معنا صحيح مواطنين بالخارج وكان باش ندخلوا في العشر سنين. لا اذا كان باش ندخلوا في 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 التعليق وفي التحليل متاع الاجراء هذايا، معناتها والتونسي شنو يعمل؟ والله ما نعرف. التونسي العايش في تونس والله ما نعرف. الاسوام الكراهب كاش نعملوا فيها؟ متى الدولة معناتها تربح أكثر من اللي يبيع وأكثر من اللي يصنع وأكثر من اللي يجيب وأكثر من اللي يوزع وأكثر من اللي يسنتر يربح أكثر منهم كل. نولي داكوردو نجمو نعملو ذي حكاية الاف سي ار، هي مسألة أنت تعرف وليد ترجع في كل نقاش مع قانون ميزانية وقانون مالية، هاو زيد هاو نقص باهي كرهبة باهي زوز باهي درشنوة ما راو في وقت في يعني في بالتوازي مع هذايا ومع كل الامتيازات اللي نجمو نعطيوهم للتوانسة الموجودين في الخارج، راه فما توانسة موجودين في الداخل اللي لازم معناتها نخزروا لهم شويه يظهر لي، خاطر هكا حتى اعطيهم الحق مره في العمر كي اعطيت الجماعه مره في العشر سنين. لا معناها كي انت تتحل في الاستثناءات وتتحل في الامتيازات يا خويا تحل معنا شويه حاجه تحقق بها نوع من التوازن سيدي، ما نزيدوش نعمقوا هاك الهوة ذيك بين التونسي اللي في الخارج والتونسي اللي في الداخل. ما يسالش هما توا واقفين مع عائلاتهم وفرحانين نحن بتحويلات التوانسه الموجودين في الخارج، بينما هو عنوان الازمه وهذوما الناس يبعثوا في فلوس لديارهم باش ينجموا ياكلوا باش ينجموا يعيشوا. ما نزيدوش نعمقوا الهوة هذيك. سهيل السمعي تعطينا عناوين الأخبار اللي باش نسمعوهم بعد ساعة من الآن. لي تيتر دو لاكتواليتي. We'll be right back.
ميوزيك اكسبريس، وليد برحومه قدام الميكرو، مروان عاشوري، زينب الباستي، وهاجر بوجمعه اللي بعد تقريبا نص ساعه من الان في اشتاك تحكي لنا على اضراب عام ولا مش عام، تحكي بطبيعه على العالم مش تحكي على تونس في تضامن مع القضيه الفلسطينيه. هذا موضوع اشتاك تقريبا مع الستة وعشر دقائق. باش نواصلوا مع مجلس نواب الشعب اللي في سابقه تاريخيه معناها حاجه عظيمه برشا صادق على قانون الماليه البارح نهار الاحد 10 ديسمبر. سمعنا قبليك رئيس الخط السيادي الوطني سي عبد الرزاق عويدات اعطى رايه في قانون الماليه، باش نسمعوه كذلك يحكي على اتمام جلسه تجريم التطبيع. كان ضيف في ضيف جوهر افام وقال انه النواب باش يتصلوا برئيس مجلس نواب الشعب ليتم تحديد موعد لاتمام جلسه تجريم التطبيع. نعم هذا تو موضوع الآن سيطرح من جديد، سنتصل به سيد رئيس مجلس نواب الشعب من أجل تحديد موعد لإتمام جلسة الجلسة وليس برمجة الجلسة. دوك سي عبد الرزاق عويدات واضح في كلامه قال لك مانيش نعاودو نبرمجو جلسة، هي جلسة مفتوحة وباش يتم إتمامها باش نكملوا اللي بديناه. هذا هو هذا هو هو ومساندي مشروع القانون هذا كلهم كانوا واضحين حتى من قبل، معناتها راهو معناتها بعد ما عملوا ندوة الرؤساء وبعد ما عملوا اجتماع مجلس النواب اجتماع مكتب المجلس سامحوني، المفاهمة كانت هو انه نخدموا على الميزانية نخدموا على قانون المالية لانه عندنا فيهم اجل دستورية يلزمنا نكملوهم في وقت معين اللي هو البارح 10 ديسمبر، ومن بعد نرجعوا لمسألة تجريم التطبيع ونرجعوا للمسألة خاصة يعني المسألة المبدئية حول تجريم التطبيع ونعملوا قانون ولا ما نعملوش وكذا، وأيضا المسألة الإجرائية اللي أصبحت هي أيضا مهمة جدا من ناحية أنه كما قال داير سي عبد الرزاق نحكيه على استئناف جلسة بدات في السابق، معناش باش نعاودوا نبرمجوا واحده اخرى، وهو سي عبد الرزاق معناه قاعد يقول في الكلام هذا حسب قراءتي يعني هو ما قالوش بصريح العباره، من اولا ساعه اجرائيا صحيح وانه يحكي على استئناف جلسه بدات معناتها على المستوى التقني، هذا اللي صار وهذا اللي المفروض يصير توا، ومن الجانب ايضا الاجرائي ممكن المعقد اكثر شويه هو الابتعاد عن المرور مره اخرى بمكتب المجلس. يعني اذا كان جينا باش نحكيه على تحديد موعد لجلسه عامه حول القانون الفلاني او الفلتاني، الموعد هذاك لازم يحدو مكتب المجلس، بينما كي نبداو نحكيه على استئناف جلسه بدات ديجا في السابق نبعدوا على المساله ذيك على خاطر فما شكون يعتبر اللي المرور بمكتب المجلس ينجم يكون احدى الطرق لقبر مشروع القانون هذا، وانه يعني ما غادي ما عادش نحكيوا عليه موضوع تجريم التطبيع. فبالتالي هلا نستناو معناتها في الايام القليله القادمه شنو التوجه اللي باش يمشي فيه المجلس في المساله هذه، لكن يلزمنا نعرفوا انه ما نتصورش الحقيقه اللي المجلس ينجم يواصل العمل نتاعو بطريقه عاديه من غير ما يفصل في الموضوع هذا بطريقه او باخرى في موضوع الجلسه هذيا نتاع اتمام جلسه تجريم التطبيع. باش نرجعوا ماناش باش نرجعوا باش نرجعوا باش نقولوا شنيا الى اخره. اسمح لي مروان انا نستغل الحدث السياسي نتاعك، في تقديرك هل ستعود هذه الجلسه للانعقاد ام لا؟ نتصور ستعود التطبيع. انا نتصور انها الجلسه هذه ستعود، نقول لك حفظا لماء الوجه حتى على المستوى الاجرائي ما نجموش نبداو جلسه خصصت لموضوع ما ونخليوها مكاكة محلولة وصوتنا على زوز فصول وكذا نخليوها محلولة ونتعديو لحاجة أخرى حتى على المستوى الإجرائي ما تتعديش تبقى. نتصور وأنه الجلسة هذه سيتم إتمامها بتوافق ما بمفاهمة ما، معناتها باش كملوا الجلسة ونحن نعرفوا بالضبط وين ماشيين وشنو باش نعملوا بعد ما يتم اتخاذ قرار.
هل باش نعديوه القانون كما هو، هل باش نرجعوه لل، هل باش يتم يعني التحكي كونه حتى في تحكي ترجيع القانون للجنه غير 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 دستوري وغير قانوني، لانه ما عادش يرجع دينا في المصادقه على الفصول صحيح. اما ما يرجعوا كان نتصور اذا كان فما مستوى معين من السياسه في المجلس هذايا، بمعنى انه ما نرجعوش، ما ترجعش الجلسه باش تكون يعني مسرح مواجهه بين المعا والضد، نتصور وانه ترجع بنوع من التفاهم حول النتيجه نتاعها. باش نواصلوا نحكيوا على مراكز الإيقاف، على الأقل على لسان النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. سي فاكر بوزغاية. فاكر بوزغاية أكد في تصريح زميلتنا ريم الحسنوي أن وزارة الداخلية تعمل على احترام مبادئ حقوق الإنسان بكافة تفاصيلها، وتدعو المنظمات التي تروج المغالطات أن تزور مراكز الإيقاف وأن تقف على مجهود الوزارة وزارة الداخلية في توفير الظروف الإنسانية الملائمة. الوضع جيد جدا بالنسبة لوزارة الداخلية، وما بالنسبة لمراكز الاحتفاظ اللي عندنا هي من أرقى مراكز الاحتفاظ وفيها المعايير الدولية اللي متوفرة، ويمكن حتى تتجاوز بعض الدول المتقدمة، وكانت زادة زيارات لعديد من المنظمات الدولية للمراكز الاحتفاظ هذه. إذا كان فما مغالطات أو ادعاءات هذوكم، نتصور أن المنظمات هذوكم ما زاروش مراكز الاحتفاظ بتاعنا، يمكن يتكلموا وياخذوا في ادعاءات من جهات أخرى. أما نحن ديما مفتوحين لجميع المنظمات باش تزور مراكز الاحتفاظ، ديجا زاروا معناتها برشا مراكز الاحتفاظ وتأكدوا. سي فاكر بوزغاية النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يدعو المنظمات باش يجيو يشوفوا مراكز الإيقاف. ما نعرفش مروان، المنظمات ما تعرفش شنية الظروف متاع مراكز الإيقاف، زعما ما مشيتش ما شافتش الكلام اللي قاعد يتقال على مراكز الإيقاف من العدم. ما نتصورش الحقيقة، ما نتصورش، وأنه الكلام والتقارير اللي قاعدة تتعمل لك هكا من حد شيء، وراو كيما نوه إلى ذلك بسام طريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، راو كي نحكيو على هو أعطى مثال معناتها يظهر لي مهم. كي نحكيو على مركز إيقاف أهل إلى السقوط مثلا، راهو هذا فيه انتهاك لحقوق الموقوفين، وفيه انتهاك أيضا لحقوق الناس اللي تخدم غادي، حتى هما راهو ضحايا في حتى هما راهو عباد وعندهم حقوق، ومش على خاطره لابس زي معناتها راهو ممكن وجب في وقت من الأوقات أن نخرج من القراءة الأولية أو الإفيدانت متاع انتهاك حقوق الموقوفين، بمعنى يتضربوا أو يتعذبوا أو كذا، وهذا فما معناتها صاير منه موجود منه للأسف، ولكن لازم تعداو زادة إلى قراءة أخرى بمعنى حقوق الإنسان بمعناها الواسع وبمعناها الشامل وبمعنى أيضا العون اللي يخدم. ونحن ماشيين نحبش معناتها الحقيقة أنه تكون الدولة التونسية في عملية الاتصال متاحها ديما تاخذ دور المستهدف، وديما تاخذ دور باش ما نقولش دور الضحية. شوف معناتها حتى في مواضيع أخرى، راهو توا نحكيو على مراكز الإيقاف وكذا ومجهودات وزارة الداخلية ومسائل من النوع ذا، نقص المواد الأساسية، الماء كيفاش يتقص، كيفاش بأي ترتيب وبأي كل المواضيع وكل المجالات، ديما نلاحظوا أنه على الأقل اتصالياً الدولة التونسية بمختلف ممثلها سور لا ديفونسيف ديما تبرر وهي مستهدفة، وتقول لنا لا راهو يغلطوا فيكم، راهو يقولوا لكم في حوايج مش صحيحة وراهو كذا وراهو كذا. لا هذا حتى اتصاليا معناتها مش حاجة ناجعة، معناتها كي تجي نجي انا نقول لك راهو الحيط هذاك ابيض، اجي نشوفه كيفاش نردوه ازرق، تقول لي لا ماهوش حيط، مش نقطة التفاق ما بيناتنا.
ما نجموش والمثال هذا معناتها يظهر لي المثال نتاع المواد الاساسيه اللي حكينا عليه مرارا وتكرارا هو لو بلو معناتها بارلون. عند كي نبداو نحكيو على ما نعرفش ناخذوا مش ما نسميوش ناخذوا الماده كذا اكس مهما كانت من المواد الاساسيه ونبداو كراي عام كاعلام ككذا نقولوا راهو الماده الاكس راهي مفقوده من الاسواق. هات نشوفوا الاسباب والمسببات والحلول الممكنه. الخطاب الرسمي قلنا لا راهي مش مفقوده راهي ماهيش مفقوده موجوده راهو فما كيفاش نجموا زي موضوع الحلول هذا ما نجموش نقدموا في الانكار ما نجموش نحكيوا على الحلول في ظل انكار المشكل في ظل ما فهم انت تعتبر لي ما فهمش مشكل على شنو باش علينا حل باش نحكيوا واضح مروان دوك كي نحكيوا على مراكز ايقاف يظهر لي الرساله واضحه. كذلك وزير الداخليه كان حكى على المبادئ الوارده في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومكافحه العنف ضد المراه. اكد وزير الداخليه كامل الفقي في تصريح نقلته زميلتنا ريم الحسنوي ان وزاره الداخليه اعتمدت عده اليات في اطار احترام المبادئ الوارده في الاعلان العالمي لحقوق الانسان منها مكافحه العنف ضد المراه ودعا مختلف منتسبي الوزاره الى التحلي بالسلوك الحضاري في كل ما له علاقه بالعمل الامني. اعتمدت الوزاره ايضا اليات اخرى عديده في هذا المجال لعل من بينها الحق في النفاذ للمعلومة وحماية حقوق المهاجرين وضحايا الاستغلال والاتجار بالبشر والأشخاص وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة فضلا عن مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وتطعيم التكوين الأمني بكافة مستوياته ببرامج تكوينية وأيام دراسية في مجال حقوق الإنسان وغيرها من الإنجازات وفق مقاربة تهدف إلى حوكمة هذا القطاع. كما نؤكد أن حرصنا شديد على توفير كافة ضمانات عدم الإفلات من العقاب إزاء ما يعرض من انتهاكات فردية وغير مسؤولة وهي مناسبة ندعو من خلالها كافة منتسبي وزارة الداخلية إلى الحرص على توخي السلوك الحضاري والقيمي والأخلاقي في سائر ما له اتصال بعملهم الأمني. سي كمال الفقيه راو وزير داخلية بتاع تونس مش تاع بلاد أخرى راو مش على بلاد سكندينافية ولا على بروجونغ توا اسمعت ليه نعم حكي على السلوك الحضاري وحكي على كيفاش المنتسبين للوزاره يتحلوا بالسلوك الحضاري في كل ما له علاقه بالعمل الامني. يظهر لك الخطبه العصماء اللي بدينا بها نتاع رئيس مجلس النواب هي السبب. كخطاب معناها بالحق ما عندك ما تقول فيه بل بالعكس خطاب يعني جميل جدا افونغارديست جميل جدا. مرنا ما سمعنا وزير الداخليه يحكي على مسائل من النوع هذا. اي خويا نزله لي هذا على ارض الواقع ترى لكن باش باش اعطيني تنزيل في العمل الميداني. شوف اذا نقول لك حاجه فما حاجتين مهمين ابدا من الكرهبه نتاع الامن اللي كي تجي تخدمها راهي ما تخدمش. الموارد والتكوين هذم هما راه في اخر الامر راو فما موارد ولا ما فماش فما تكوين ولا ما فماش. راو من غير المعقول انه تو بكري نسمع ونكتب معناتها في بعض هكا مجالات تدخل البوليس التونسي اذا ما ياخذ بعين الاعتبار مساله النوع الاجتماعي. نعم يلزمو زادا كي تجيه امراه ولا كي يجيه طفل ولا كي يلزم يكون يفهم لها في مكافحه العنف ضد المراه والطفل. صحيح. يلزم زادا يعرف يتصرف في امور الهجره غير النظاميه. صحيح. هكا ولا؟ صحيح. يلزم يامن شويه ملاعب ساعات. ديما. يلزمو زادا يامن شويه مظاهرات. ديما. وفي بخلاف هذا الكل عنده النظام العام. زاد البراكاج والسرقه والتظاهرات الثقافيه يامن التظاهرات الثقافيه ويامن التظاهرات الثقافيه من ايام قرطاج المسرحيه الى المهرجانات الصيفيه الى كل انواع التظاهرات. كيفاش نجموا نعتبروا انه نفس الشخص ينجم يخدم الحوايج هذو باستثناء العريس والتورات الباقي كل الامن يامن
كيفاش نجموا نتصوروا وانه نجموا نخدموا نحكي لهنا على يعني نابروش سيستيميك نحكي على هيكل نحكي على منظمة نحكي على سيستيم مش نحكي على التجاوزات الفردية نحكي شنو الحل على التفكيك التفكيك دون لو سونس نبدا نقص شوي على هالهيكل هذا هذايا ابسط حاجة الساعة ونبداو نعملوا هكا في شويه اختصاص على سبيل المثال فما فرقه اللي تعملت في كل مركز ولا في كل وفي كل مركز امن فما المختصين في مكافحه العنف ضد المراه والطفل وشفنا حتى بعض السيارات اللي مكتوب عليهم مكافحه العنف ضد المراه والطفل هذا حاجه باهيه نتصور وأنه صار تكوين للناس هذوما أما راه لازمنا زادة نعرفه وأنه البوليسية اللي يخدموا على مسائل متاع مكافحة العنف ضد المرأة والطفل راهو معرضين إلى يعني بسيكولوجيا مش سهلة راهي الحكاية وفي بلدان أخرى لقاو بدايات حل وما نجمش حتى يكون حل في انه على الاقل ما يخلصوش كيما الاخرين على الاقل يخلص اكثر شويه لانه يخدم في مسائل حساسه ويخدم في مسائل اللي تزعزع الانسان مهما كان هذا هي حاجه اون دي بيست اكسبلوري راهو في اخر الامر ما نجموش نحنا نجيو لكل المشاكل وكل كل ما يطرح امامنا كبلاد نجيو نرميوه للبوليسية بمختلف تشكيلاتهم من وحدات خاصة الى حرس وطني الى شرطة الى كذا نقول لهم تفضلوا شوفوا الحل شوفوا الحلول نبداو ها نعطيك مثال مثلا اللي ممكن نقولوا لا بالعكس هذا في صلب المهام الأمنية مقاومة الإرهاب صحيح وحدات خاصة USGN وإرشاد وكذا لكن المقاومة الحقيقية متاع الإرهاب راهي لا تقتصرش على المقاربة الأمنية على الأمن كيما الهجرة غير النظامية كيما ونحن ماشيين معناتها راهو في وقت من الأوقات يلزمنا الساعة نوفروا التكوين ونوفروا الموارد للناس هذوما باش ينجموا يخدموا خدمتهم وأيضا زاد يلزمنا نحيوا نقصوا برشا مكسناسة متاعنا انت تفضل عندنا مشكلة هذية تو الأمن يتصرف معه عنا عنف في الملاعب عنا إرهاب عنا هجرة غير نظامية عنا عنف ضد المرأة عنف وسط المدرسي مخدرات كذا هذا كل نغمضوا عليه عينينا وتفضل سي البوليس تفضل حل المشاكل الكل هذا لا يمكن أن يستمر أيضا ورغم من 2011 التورة صارت مع طبعا برشا مكونات تاع مجتمع مدني مش كان تونسي يعني عالمي جات لتونس واقترحت معناها تكوينات وطرحت معناها إعانات مش ما نوصلوش مثلا انه طفل صغير يغرق وناس تتفرج فيه تقول له تعلم عوم انه فتاة معناتها يتم اغتصابها جوست على خاطرها معناها قاعده في كرهبه هي وشخص في الـ في الـ في الـ في الاك ما يصيروش حاجات فما اللي نتفكرهم وفما اللي نسيتهم فما كومم دي باسمون راهو اللي ما نجموش ان بروهم يعني اليوم كما قلت انت هو الخطاب تيوريكمون نظريا به برشا اما الواقع ما بعيد يسر على ارض الواقع معناها واللي قلت انت ما هوش غلط لكن ما يبررش شكرا لك هاجر ابو جمعه شكرا مروان عاشوري زينب الباسي باش نرجع لك هاجر بعد ما نسمو فلاشونج وبعد ما نسمو افتو ذا بوكس اضراب عام ولا مش عام هذا موضوع اشتاق بعد دقائق